عارفة لما الناس الكل اللي في الديركت اللي حاضرين واللي مش حاضرين نحب نقول اليوم في الديركت راهم كاين باهيين ويفتقوا ورجلة وديكوردية واللي تحبوا انتم الكل التوانسة يفتقوا إلا ونقولها ونعاودوا إلا التوانسة اللي عايشين البرة. واكيد توا اذا فيكم حد عايش البرة ويتفرج في الفيديو يعرف اللي اسقط وازبل واخمج ما قيتش كلمة ربي يقولوا خلق الله هم التوانسة اللي عايشين البرة راهم زبلة راهم رخاص راهم كلاب راهم شني خصوصا الطفل البرة في طفلة تونسية أراه كلب ولحاف ومصخ واللي تتصوروا أنت في مخك الكل غيانك سمحوني برد غيانك على خاطر البرة ما يخلطش مع الطفلة التونسية على شربة ماء غيانك يوسخ يوسخ سمعة بنت بليده معناها تصوره معناها أقل حاجة مثلا واحد أي جنسية أخرى يعرف تونسي يعرف تونسي يسأل ويقول له بربي معناها ما حليها الطفلة هذيك شي نورها ما حليها عندها شي يقول له صيب عليك ما قد كانت تونسة تي أنت تونسي ولد الكلب يا مصخ تي أنت تونسي وين يمشي يقول لك أوه بناتنا عاملين العار شنو هي عاملين العار خاطرها ما تركح لكش انتوما أخمش خلق ربي أنت لنا عريانة باش ما نقولوش ترنتك عريانة حتى تلقى ما تاكل تحب تصحب طفلة باش نوضحوا حاجة بربي في تونس راهي الطفلة تقعد معاك وتضحي معاك وتعدي معاك الهم والمرار وتخط على راسك وترضى بيك كما انت لنا ماهيش مطالبة على خاطر اول حاجة تتبدل فينا احنا كي تخرج من تونس هي الاحاسيس متاعك وطريقة تفكيرك خاطرك في غربة في هم ما بين 7600 جنسية ما بين الدنيا تبدلت عليك واصحابك واهلك والدنيا الكل ماهيش بعد الهم هذا باش تجي تختار على روحها هم اخر وتجي تقعد مع حضرتك انت باش ترضى عليها وباش تقول فيها كلمة خير مانيش مستحقينها كلمة الخير منك غير بركة سيبونا اعتقونا مرضتونا كي لنا تونسي في تونسي يعطيكم سخطة فضحينا على قدمة خبز تحايروا رواحكم ويا كلب ولحق المشكلة اللي هو تلقاه وراء رومانية وكحنوشة ووحدة زبلة تلقاها مراهم كي تشوفهم يعملوا الذل والعار يرضى بيها مش يبدا يشوف فيها قدام عينيه من واحد لواحد ويهزها يبدا راضي بيها وفرحان والضحكة لنا زارسة العقل تبدا بينا ويجي لوحدة تونسية بنت بليد واللي عايشين نفس الظروف ونفس المونتاليتي وعارفين الواحد ما وصل للتغرب ماهوش يدز فيهم بالركبة كرزة برشا في تونس باش يوصل يتغرب ويخدم ويسمع لأنواع الذل اللي ما كانش عمره ما كان يسمعهم باش يجي واحد كيف كيفه وراهو على فكرة أونتخ بارونتيز أراهم اي سمر استنى والمشكلة انهم راهم يعملوا الذل والعار راهم جماعة قالي وقلت لك ما تلقاش لنا رامك ولد العاصمة وكل كلاس ولا قاري ومثقف حاشا كعبيت خاطرني انا قبل خدمت مع اربع كعبيت بالحساب اربعة تقول اربعة اربعة واحدين ثلاثة اربعة اربعة كعبيت بالحساب كانوا الاوتور وكانوا ناس بالرسمي مثقفين قارين ناس عينيهم محلولة واحد كان خادم في الهيماسيون وواحد كان ناس عينيهم محلولة تجي وانتوما راهم صدقني عاملين عار يقول لك ها نحن التوانسة بناتنا رخاص ماهم يمشي ويعملوا قد كي انت طفل وحاسدها كي انت كان جيل ديك راك بدلت روحك وليت طفلة باش ما تلقاش فرصة تهز بها راسك انتوما الاولاد اصلا ماذا بيكم امنية حياتكم تولوا بنات باش فماش ما تلقاو شانس على سعدكم المكبوب لا فلحتوا لا في قرايه لا في خدمه لا في نسيه لا في سخط على رؤوسكم بعد ذيك تحلوا فيكم
علاش كان جماعة العاصمة كلاس وقارين؟ لا يا عزيزة، أنا قلت شهر، فما قلت جماعة قارين وباهين، كنت نحكي في حكاية، وقلت لنا موجودين كان ثلاثة ولا أربعة من العاصمة، اللي هما جايين شبعانين وجايين فاهمين الدنيا، مهم جايين لنا باش يحلوا عينيهم ويبداو يفتوا على الناس، أوكي؟ وتحبوا تقولوا غاسيزم مش غاسيزم، أنتم أحرار. انا واحده من الناس بنت البوني، انا اللي نشوف انه جماعه العاصمه يطيروا بالاخرين. سامحني الدقوعير يقول لك انا، ما كل واحد يجيب روحه. لو انت جايه من قلي قلت لك من هنشير، جيت حل في فمك وتتكلم وتناقش مواضيع انت ما تعرفهمش، ولا جيت حل عينيك لنا تلقى واحد لبناني سوري خرجك يسهرك مره في الفيلم تحل في فمك وتحكي. انتوما الاولاد يجي يقول لك الطفل اللي حل في كشخته ويحكي على بنات تونس، تيجي يقول لك والله عندي صاحبي كذا، تخرج اليوم نمشي نصر وتقول له ليه؟ يشوفك انت في السهرات تقول له ليه ما نحبش، سبحان الله ما نحبش نخرج، تي نهار فما تونس تجي كامل نخرج مع تونس ما نحبش. ليه؟ تقول له انت ليه يشوفك في السهريه من غدوه الصباح؟ تي ديك ما يبيها وعلى تي ماني شفتها البارح، تي مالك كنت معاك شنيا سامحني شفتها وحدها سافابا وهي معاك ما سافابا. يطلع راجل يولي اللي جاب اي يا سمري مش سالم منهم حتى شي، مش هكيك يا ريت انا كنت علي هنا حطيت صبعي في عينين الناس الكل وهاي لايف ونقولها قدام الناس، كحلت حطيت صبعي في عينين الناس الكل، طلعت عويم ورجعت معرفة اموري مريقلة يبكيو على هموماتهم واخواتهم اللي مخلينهم في تونس تخدم اكثر من كتكات بشي. دونك اللغه هذه كل واحد عقله في مخه وعرفتها، انا ديجا عرفتها، كان نقعد حياتي الكل في تونس بايره حد ما يوصل يتكلم عليا. لفيت انه انا معناها فكره انه انا طلعت للخليج وهبط، اي غلطه اي غلطه يقول لك اه هذيك بيان سور عندك انت في الخليج راهي مشيت وعملت وقدت وندري شنو، هاك تتبلع لهم فهمهم يسكتوا يسيبوك من اي دوروا لك حكايه اخرى. انا مانيش علي انا، انا نحكي على التونسي في التونسي، اقل حاجه نيس في خدمتك يا زحي بالرسمي بالرسمي. تونس راه شوف ياخذ قد ما خبز في فوز من عنده يمشي يفضحوا قدام الناس الكل، اوه من لهنيك ونهار كل ياخذ مني في الخبز ونهار تي علاش الربي علاش اسبانجا عني مانيش عني راهو البي والخايب وربي يدي ابل عايش ولا شنيا، ما فماش بيه وخايب لنا كلهم خايبين، اوكي؟ كي قلت اربعه معناها اربعه بالحساب، هاني دو زون لنا لتو نشوف فيهم التوانسه سختو الاولاد شوف ونقولوا بالعاود، شفت البنات لنا فيهم رحمه، لنا البنات فيهم رحمه، البنيه تقف معاك اكثر، البنات فيهم رحمه، الاولاد حتى واحد حتى واحد حتى واحد. إذا ما يخدمش مخه عليك يخدم مخه باش كيفاش ينطر منك فرنك، وإذا ما ركحتلوش وما شافكش كيما هو يحب يشوفك صدقني بهذل بحالتك. ما في بالك في لولا لولا المغرب والتانية تونس، في بالك شنيا؟ في لولا المغرب والتانية تونس والثالثة الخليج، أخمش كان في بالك يا دكتور. جماعة زين مش قورين وجماعة مش الكل قابسين، ابكي على المخ يا كبدي. سي انا مانيش قاعدة نفتي نقول شكون قافز وشكون مش قافز، اما نحكي على لنا دابخي مون اكسبيريونس، وتنجموا تسالوا اي طفلة اي طفلة اي بربي اي سي سيغ الناس الكل قاعدين وقتها حتى في الاوروب هذيا تقرب كانت وكلها مش عاصمة زليز، أما الحقيقة بيه اسمعوني بربي كلمة للناس الكل، أي واحد إذا عنده وحدة بنت فمته أكيد هي معروفة في أي جهة في أي حومة، كل واحد عنده أكيد بنت فمته مسافرة لبرا سخطو للخليج، أنا ما نعرفش عليهم في الهرب ما يهمنيش ما تحطوليش دي كومونتي خاطر انا مانيش نفتي ولا نعلم، نحكي على حاجه انا عشتها، يا دين اللي يحب يقول اي ولا ليك حاجه تخصه
باش تبدلي رايي ما تبدلش. انا نشوف فيه المهمات الجندر القاسيه، صدقني اي خدمه نكون فيها سفا يدخلوا فيها التوانسه تتهرب الخبيثه، تخديم المخ الخمج حاشيكم، تحس كنية الخايبة كنية المقعم، ناس مش حالة عينيها تجي لنا ما فهمتش، تقول عمرهم لا خرجوا لا مشي ولا خدموا بالرسمي شيء أسف. أنا ما معناها بالرسمي قلبي وجعني ونخمم توا في خدمتي هان جدا، نخمم باش نسيبها ورا التوانسة والجورية تبدأ قاعدة تبدأ تشوف الشيء ملا هم وملا مرض. بالرسمي فيقوا على وضعكم، فيقوا عملتوا لنا العار قدمتي مصر في مصر تسبوا ما يحبوش، لبناني في لبناني سوري ها موش لبناني تسب لبناني سوري يغير على البلاد الشاميه، الناس كل تغير. كان انت قايم يهز روحك تفتحين على قلبك وتمشي وتقول هذه تباها والتوانسه خايبين والتوانسه ندرجنيه كيف بعضنا على قليله. والله كان البغض والتردي البنات يا بنتي شيء كبير يا مريم، والله غادي من شيء كبير. انا خدمت معاهم لنا والله يا مريم أربعة بالحساب بين جيجي بونجور أربعة بالحساب بين، الباقي الكل شكارة والبحل تلمهم يعني ببعضنا خايب. وميمة نذويو على البراري وفي بعضنا خايبين، هذه الكلمة اللي يقولوها لولاد لنا. لا ما تتسميش تذوي على البراري، أنا جاية لنا عندي قدري عندي برستيج كما انت عندك قدر، انت عندك ناس ما تحش من تحتهم ما تسحب، فما ناس انت ما تسحبهمش، مش تكبر ولا فخرة ولا انت كوم كوا بنت فلان ولا فلتين، اما انت كل حد عنده كاتيجوري نتاع ناس يتفاهم معاهم مخي كي مخك. انا مثلا ما نصورش روحي خارجة مع واحدة مدينة ولا متنقبة، انا نبدا بجنبها لبسة سومونش ولا نحترمها، دونك ما نجمش نسحب بلايصها ماهوش تكون نفس بلايصي نفس الشيء. فما ولاد لازمهم يفهموا راهي الطفله هذيك ما تنجمش تخرج معاك ما تنجمش تصاحبك، بيناتنا خدمه خدمه توفى الخدمه كهو. وفي الخدمه زاد ما تقلقنيش تعمل تكسير راس، عندك 8 سوايع نتاعك عندك 8 سوايع نتاعي، مش باش تولي حرب تقوم ماشي تقلقن وماشي راجل راك راجل، وكلمه راجل ما حالها برشا عليك، اما راكم رجال معناها. أنا نحكي لكم اللي أغرب، أنا قبل ما ناخذ راجلي فما واحد ربي يهديه هو أمي معايا توا وأكيد توا يذكرها الكازر تونسي جوار، واقفة أنا وقتها مازلت ما نعرفش راجلي، واقفة شافني أنا نحكي مع التونسي هذا سلمت عليه وكل جنسية راجلي وقتها ما نعرفوش من أنا بلاد، غزر لي ضحك لي غزرت له ضحكت وفيت غادي قعدت نحكي أنا والتونسي هذا اللي نعرف. أوكي مشيت الطفل هذاك على روحه مالغري نهارت لي وقف معايا ويدك وندرشني يعني نخرج نصل واي اش عامله والله وما حليك وتفتق وكان اللغه هذيك نتاعنا الباراتا. مشيت على روحها الطفل هذاك اوغوزمو من الطاف ربي عمري ما خرجت معاه ولا عمري معناها ولا عطيته وجه كيما نقولوا نحن. تمشي الايام تجي الايام عرضني راجلي مره اخرى حكينا خدينا النمر بعضنا ولينا صحاب برشا درسني من كلمة لكلمة قال لي ولا ياك ما طلعتش كيما فلان. قال لي قلت له شكون فلان؟ قال لي فلان الفلاني التونسي راني سألته عليك. قال له سيب عليك منها رايخ يا ولدي. قال له انت قعدت بعد الكرويسة وكرميت ماشي الوحدة التونسية سيب عليك يا اخي باش تفهم منهم اكثر مني بنات بلادي ونعرفهم. معناها تصور انت شنو يكون احساسك يا اخي؟ انا قلت لراجلي كل ثقه في النفس قلت راهو الاولاد التوانسه اللي تشوفهم هنا راه ماهمش رجال، اهبط لتونس وشوف الرجال بالرسمي رانا عندنا رجال رجال معناها يقف معاك حتى ما يعرفكش تبدا عليك واحد في الشارع يوقفك ويقف معاك في الغرفه يا ولدي. انا فانت ها مزيدتش جبت بيبي عندي 5 جوان عندي لون روحي تتفنك بالحياة، أما ديما تفنيت كان جيت فرصة وخرجت. كوثر مناش ياسر بعض على بعضنا،
انا بدي 22 و جو سي ان شاء الله باش نجيبو دار بيبي وانا مازلت 22 يجيك الاحساس هذاك عادي خاطر فيسك تربت ومدري شنيا اما عمرك ما تخم انا نصور فيها 100% كان ما عرفت راهو شفت اللي في الغربه وقاعدوا فاكر فما ولد على خاطر يحب يروح ياخذ يحب يلم شويه فلوس يحب وراه مسؤوليات دارهم والكل والبنات كان قال تلقى مع بنت خالتها خاطر انا نعرف فينا برشا بنات تكون عندها بنت خالتها لمن خواتها يقفوا مع بعضهم اما انت وحدك صعيب انا وحده من الناس كان ما عرفتش جو سوي سيغ كنت نروح لتونس صعبت عليا الدنيا والنفاق كل شيء اختيفيسيال الناس اختيفيسيال كل شيء تحس روحك تخلقت هي بلاد باهية وخدمة ما بصراحة مش تاع واحد وحده يا واحد معرض واحد صحب عبد راجل حاجة هكا عزيزتي باش يقولوا في خاطر ما شنية فتش دمك اللي يروحوا عايش وبعثهم لي انا عايش وبعثتهم من هذه الحكاية الكل ما على باليش بها بيان سيغ وعايشة احنا عايشة وبعث الناس الكل جست الحاجة الوحيدة انه مش عنقولي اللي مش فيها ما نقول بيا ولا خايبة فيزة ولا منيش فيزة حكيت علي انا ما على باليش جملة ابخيتو كان عندي بلاصة في الجنة ناخذها كان عندي بلاصة في جهنم واللي باش يحاسبني كان ربي ما عنده حتى حد عليه الحق والحاجة بركة المساج اللي وصلته انهم راهم مش حتى يخلقوك في غولاسيون تبول عليها الغولاسيون يمشي واحد يجي 20 نحكيو على في خدمة على في حياتك على انا واحدة من الناس كنشوف واحد تونسي طفل توا بجنبي كان نلقى نقز عليه نخنق جنومه نرى روحه طلعت من الاخر والله وده المساج للولاد قال لي لنا مش اللي في تونس دونك ما تجينيش تبعث لي مساجات بريفي وانت وتسب في الولاد وكان شفت البنات ابخيتو طفلات ولدت راهو من الاخر تحبو تكرهو الطفلات ولدت باش تدلل وتمتساقي وتتشرط وحتى وكان ما قراتش وما هيش متقفة اخرتها تقعد في الدرج اللي صرف عليها هذيك سنة الحياة محمود عسلامة هاني قاعدة نخدم هاني مش نبطل هالخدمة يا محمود حق مجري التوانسة اللي انا نخدم معاهم ديجا هو امي معايا ان شاء الله يطلع يشوف الفيديو الطفل اللي انا نرمى عليه في المعنى الرجل اكمل هو عاش فيها اللي نحب خديني دوست باك حتى نحب نخرج نشوف البلايز ديما حسسني اللي انا مسكرة كوثر سامحني باش نقول لك حاجه انا بدي رجل نفس الكبر بون يمكن خطرني انا فاخرة ونهار كل عام لها سيزدوس مكياج دونك بنت كبيرة انا بدي رجل كبر مني بعشر سنين اما قصة الخروج والدخول هذي في يدك انت سامحني اذا واحد ياخذ واحدة مش باش يحطها في الدار قل له نحب نخرج نحب نمشي نحب نجيب ما عجبوش خلي له صغير وبرا وخرج وحوس ومشي ويجي على روحه كمالة ألفا عسلي ما يا ألفا بعث لك مساجات بريفي اش عاملة فوف بعث لك توا انفيتاسيون تاع لايف كيف نجم تحل نعرف يا فوفا بعث لك ديجا على عزيزة الله يرحمها والبركة فيك يا أختي ربي يخلي لك الصغر ونمتعك والشدة في ربي الله يرحمها وينعمها لا الدورة مش باهي لك ستريس والابتعاد حط كاسيا في الدين وارتاح أحسن يجي نعرف ستريس مش بيه كان وصارت لي كا توا خاطرني انا كنت عام من الاخر انا كنت مع كليون قاعدة يسرقوا فيا في حد جا توا البلاد الاقتصاد نتاعها تحضم فما مشكلة وانا كان تشوفوا نخدم في
بيع الكراهب. دونك لازمني عندي نومبر نعمله، وانا ديجا كنت عايبه بيسكو انسان يخدم معايا واحد لبناني ومصري وتونسي. الناس الكل مش مقلقتني الا التونسي، ما فهمتش يتوحم هو ولا انا، ما فهمتش. الكليون يحكي معايا، يقوم من بيرو يجي يحكي معايا يجي. اخر مره عمل لي مشكله مع ريسبسيونيست، ماشي قلق المره، كل مره شدد لي المدير يقلق عليا. انا ما فهمتش، معناها مش صغير راهو شحيش عمره 32 ولا 33، هذايا انا الهم مانيش متساوسه بيه. تقلقني نعرفوا نتاع بنات وانسان نورمال، ما تستغربوش. انا هذايا مانيش متساوسه بيه، ما نبرد وما نسترسيش روحي كمان هزتي ونصرف كوب كاف. والله ما احلى زين، كنت بتكلم قبل صغير كوثر عايشة كي نعم بوزينك. ليه ولا ليه؟ عادي ماما، من كثرة الهم اللي يقول لك اللي ما يقتلكش يقويك. ما زلت صغيرة شدوا راجلك يقول له اعمل له كل كريزيت. فما الناس تحب كل هبل، اعمل له كريزيت انت هكا مهبولة ومرفض اعصابك ولازمك تخرج وتتفرهد وكهب. فوالا، هاي باي باي للكل، عالسلامة، وربي يوصل بس التفيه. ما تخليش نفسك ليه يا مولا، والله طفيه طفا بالبوز بسيف عليا، أقهر بالدم البارد ولا أعمل له كموسة خلي يخرج يجي ينش من كموسة يبيع بالكدي. هو السخطة لنا بيستخدم أقدم مني، عنده 7 سنين مش من كموسة، أما كان في بلاصة وجاي عنا. والدم البارد ما ينفعش، على خاطرك مش اقرب الدم البارد يهز لك اليوم بتاعي ومرها نبدا نضحك. والفزع فيش اللي هو اني معايا، ما سي غراوي يشوف فيه الفيديو، فهمت؟ وسع بالك، ربي يوصلك بالسلام. عاشك عاش اختي، هكا هو انا ان شاء الله الاكسيدونات اللي يصيروا لي الصباح، كعبت المسكرة الحاجبي علاش ما عطيتها، عملت القصة وندمت. غير يلا، باي باي نسكن.